السلام عليكم. استاذ احمد استنى في نهايتها. استنى في نهايتها استاذ احمد. محضر ايه اخر شهرين في السنه؟ السبعه. استنى في نهايتها. محضر ايه اخر شهرين في السنه؟ بقول ربنا يعديها على خير. ايه حاجه حصلت كان نفسك تحصل السنه دي وحصلت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس الحمد لله. استرب هيتعرض امتى؟ ان شاء الله نص السنه باذن الله. نفسك مستنيه ينزل في 6 اكتوبر؟ لا هو لسه ما خلصش، لسه في المطبخ، لسه في المكساج والدبلاج والبوست برودكشن والجرافيكس والحاجات دي. لسه بتشوف اهميه الاعمال من نوعيه السرب ازاي؟ يعني ايه السؤال اللي فهمتوش؟ اهميه الاعمال من انواع السرب والاختيار بتشوفها ازاي؟ لا اصل خد بالك دي حاجه، انت يعني ما بتتكلمش، انت بتصور بايه؟ بده ولا بده؟ مش شايف. يعني الاعمال دي اصلا مش موجهه، انت بتتكلم كما لو كانت اعمال موجهه. لا هي اعمال بتؤرخ حاجة، والسرب تحديدا فيلم كوميرشال، فيلم سوق يعني، وان شاء الله يعجب الناس ويعجبهم باذن الله. بس انا ناس كتير ما بتبقاش عارفه رايك في الحاجات اللي بتحصل في هنا، سواء في الفن سواء في اي حاجه، انت دايما متعمد انك ما تبقاش ليك اي تعليق او حاجه على احداث بتحصل ولا انت؟ لا يعني هعلق على اي حركه لي وانا تحت يعني امرك. مثلا في احداث فنيه مثلا اللي بيحصل مع شباب وهاب، حاجات اللي بتحصل في الموسيقى والفن يعني وفن. فيما يخص شيرين دعوه بخلق الخالق، يعني دعوه بخلق الخالق، ربنا يزيح حالها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. شكرا يا فندم استاذ احمد. بس كده